نبدا مع حضراتكم بقى واخبار مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب اللي عقد مساء امس الاثنين اجتماع ده كان بمقر النادي بالجزيره عشان يناقشوا العديد من الملفات المهمه اللي بتخص قطاعات النادي المختلفه في الفتره القادمه. عقب الجلسه اتخذ بقى المجلس القرارات التاليه، اولا هي التصديق على محضر اجتماع المجلس في جلسته ال17 اللي عقدت يوم 20 اكتوبر الماضي، اعتماد قرار المجلس بالتمرير بالموافقه على تعديل موعد الجمعية العمومية ليومي 23 و24 نوفمبر الحالي، ده بدل من 27 و28 نوفمبر. اعتماد قرار المجلس بالتمرير بإنهاء التعاقد مع فابيو رودريغيز لاعب فريق الكرة الطائرة رجال في الموسم 2021، ده بناء على رغبة الجهاز الفني، مع الموافقة على التعاقد مع اللاعب الكندي ريموند سيزاتو ده خلال الفترة من أول نوفمبر 2020 حتى الأول من شهر يونيو 2021. من القرارات أيضا النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية من 1/7/2019 حتى 30/6/2020. برنامج أيضا النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات وعرض الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للفترة 7/2019 زي ما قلنا و 6/2020، ده تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية، وأيضا التقرير المالي عن الفترة اللي هي 7/2019 و6/2020، كمان مشروع الموازنة المقترح للعام 2021 والاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء. كمان وافق المجلس على المشروع المقدم من المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس للبدء في خطوات توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الأهلي والجامعة الأمريكية وجامعة ريال مدريد بأسبانيا لتدريس العديد من البرامج في الإدارة الرياضية، على أن يتم البدء في المشروع من منتصف العام القادم ويتم منح الدارس شهادة معتمدة من الجهات الثلاث، وده طبعا هيكون وفقا للدور المجتمعي للأهلي في رفع مستوى التثقيفي والتعليمي في الوسط الرياضي. كمان اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الإدارة المالية بشأن زيادة قيمة العضوية العامة اللي هتشمل جميع الأفرع أو عضوية فرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة تحديدا، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها وأيضا البدء في العمل بها اعتبارا من 1/4/2021. جاءت الزيادة على النحو التالي: رفع قيمة العضوية العامة لجميع الأفرع للمؤهل العالي من 500,000 جنيه إلى 750,000 جنيه، على أن ترفع قيمة العضوية العامة لكل الفروع للمؤهل دون العالي من 600,000 جنيه إلى 1,000,000 جنيه. أما بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد فسوف ترفع قيمتها من 175,000 جنيه حاليا للمؤهل العالي إلى 250,000 جنيه، على أن ترفع قيمة العضوية للمؤهل دون العالي من 250,000 جنيه لتبلغ 600,000 جنيه. وبالنسبة لفرع التجمع الخامس فسترفع قيمة العضوية للمؤهل العالي من 200,000 جنيه إلى 250,000، وبالنسبة للمؤهل دون العالي فسترفع من 250,000 جنيه إلى 600,000 جنيه.